الدار على تغطيته للوقفه الاحتجاجيه ديال الشغيله التعليميه. هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي جاءت في سياق تنسيق ديال المجموعه التنسيقيات الوطنيه، واخص بالذكر التنسيقيه الوطنيه لموظفي وزاره التربيه الوطنيه، لموظفي وزاره التربيه الوطنيه المقسم خارج السلام، والتنسيقيه الوطنيه لاساتذه زنزان 10 خريجي السلام 9 واساتذتنا وشيوخنا ضحايا النظامين. اقول هذه الوقفه الاحتجاجيه جاءت حتى انا شخصيا كمقصي كاستاذ تعليم ابتدائي اللي مقصي من الترقيه الى خارج السلم بمقتضى النظام الاساسي الحالي، لان النظام الاساسي الحالي كيحرم المقصيين والمقصيات، تيحرم اساتذه التعليم الابتدائي والاعدادي وملحقين التربوي وملحقين الاقتصاد من حقهم في الترقيه خارج السلم. جمد الوضعيه ديالهم والمسار المهني والمشوار المهني في السلم 11 وحكم عليهم بالجمود والركود وعدم الترقيه. لذلك كمقصيين والمقصيات نطالب بضرورة الإفراج الفوري وإصدار مرسوم استثنائي يفتح باب الترقية في وجه المقصيين والمقصيات. نطالب بترقية استثنائية لكل مقصيين ومقصيات وكل الأفواج اللي توفرت فيها الشروط المعمول بها حاليا. نطالب بضرورة تحسين الأوضاع. نقول بأن النظام الأساسي الحالي هو نظام غير عادل، نظام مجحف، نظام اللي فرض علينا تجميد الوضعية ديالنا. والتنسيقية الوطنية تحتج على الاهمال والتهميش ولا مبالاه اللي تعاملت بها وزاره التربيه الوطنيه مع ملف المقصيين والمقصيات مع مطلبنا اللي هو الترقيه خارج السلم. نؤكد على انه التنسيقيه بصدد لاعداد البرنامج النضالي التصعيدي من اجل فرض المطلب ديالنا ومن اجل انتزاع حقنا في الترقيه الى خارج السلم. هذه محطه اولى، وموعدنا يوم 17 و18 مع الجسيد ومع خوض الاضراب الوطني اللي دعت ليه التنسيقيات الوطنيه المتفق وزاره التربيه الوطنيه مقسم خارج السلام نهار 17 18 يناير 2022، واللي غيكون مصحوب بوقفه احتجاجيه في عين المكان لنجدد العهد ولنجدد التاكيد على مطلبنا في ضروره فتح الترقيه الى خارج السلام، في ضروره اصدار مرسوم استثنائي، في ضروره ترقيه استثنائيه لكل الافواج المقصيه وفق الشروط ومقتضى الشروط المعمول بها حاليا في قطاعات الوظيفه العموميه. شكرا مقدر، تحيه عاليه للشغيله التعليميه، تحيه لكل المقصيات والمقصين محقوم في الترقيه لخارج السلم. استاذ الثانوي الاعدادي، جينا هنا كما كتشوفوا، جينا من بعيد، جيت انا شخصيا من مجده، جينا من مناطق بعيده، جينا لاننا كنشعروا بالحيف، كنشعروا بالاقصاء، كنشعروا بالتمييز داخل هذه الوزاره، كوننا اننا كنتحرموا من واحد الحق اللي هو حق طبيعي اللي هو الترقيه. ما كنعرفوش علاش كنتحزوا داخل سلم واحد نجلسوا فيه، محكوم علينا نجلسوا فيه عدة سنوات. كاين أساتذة لا باقين هنا 22 سنة داخل السلم. شخصيا أنا منذ 16 سنة وأنا داخل نفس السلم، داخل نفس السلم، ما تزعزعناش فيه. كنشوفوا كنقولوا للوزارة بأن إبقاؤنا داخل سلم واحد دون تحفيز دون ترقية هو مثابة إيداعنا في زنازين وقتل التحفيز وقتل الإبداع. ما يمكنش تشتغل بالإبداعية والتحفز دون ما تكون عندك المقابل هذه الترقية. هذا وفي نفس الوقت كنسألوا الوزارة لماذا تم حرماننا نحن كأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربوي اللي هم موظفين وزارة التربية الوطنية، لماذا تم إقصاؤنا من الترقية؟ هل يعني هذا أن القيمة التعلمات الابتدائي والإعدادي أقل من القيمة ديالها في التعليم الثانوي؟ واخا ما كيقولوا لا، راه عدم يعني حرماننا من الترقية يعني ذلك، كيعني اننا القيمه ديال الاطر التربويه والقيمه التعليم بالتالي اقل بكثير. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.